إذا معنا عبر الهاتف مباشرة موفى تلفزيون النهار إلى هناك حمزة كحال، انقطع الاتصال على ما يبدو. طيب سنحاول إعادة الاتصال بموفى تلفزيون النهار حمزة كحال الذي كان متواجدا هناك. إذا انقطع اليوم نواب حزب جبهة التحرير الوطني ونواب كتل البرلمانية المعارضة أشغال اليوم البرلماني حول ذكرى مجازر 8 ماي دعما لمطالب الحراك الشعبي. طيب هو معنا الآن على المباشر حمزة كحال، أهلا بك. أهلا بك زميلتي لميس، أهلا لكل مشاهدي. شكرا جزيلا لك. إذا كما كنت اليوم حاضرا هناك، نواب الأفلان وكتل المعارضة يقاطعون كلمة معاذ بوشارب وأشغال يوم برلماني، تفضل. نعم زميلتي لميس، انتهت للتو يعني استبق الاحداث وانهوها ان صح التعبير، انهوا اشغال اليوم البرلماني الذي كان مبرمجا حول مجازر 8 ماي 1945. اليوم البرلماني في الحقيقه شهد حضور 13 نائب، حتى اكون دقيق مع الارقام، 13 نائب يضاف لهم رئيس المجلس الشعبي الوطني بصفته ايضا نائب، يعني 14 نائب، بالاضافه الى ممثلين عن الاسلاك الامنيه ومؤرخين. وبالتالي كانت هناك ان صح التعبير مقاطعه كبيره من طرف الاحزاب والكتل البرلمانيه، حتى من حضر قال بانه حضر الى رمزيه اليوم البرلماني او رمزيه الحدث التاريخي وهي مجازر 8 ماي 45 ولم يحضر تلبيه لدعوه المكتب مجلس الشعبي الوطني. زميلتي لميس. جيد، طيب هو يعني السبب كان واضحا ودعما لمطالب الحراك الشعبي هكذا؟ نعم جل النواب اليوم لو نتحدث عن السبب الرئيسي. نعم، هنا في أروقة البرلمان الحديث يدور حول الحراك دائما، السواد العظم من النواب يفضلون عدم برمجة جلسات برلمانية في هذا الوقت ويعتبرونه استفزاز للشعب الجزائري. وبالتالي كان هناك صباح اليوم أخبار متداولة حول إمكانية إلغاء الجلسة المبرمجة ليوم الغد الخميس، وهي مبرمجة للوزراء حكومة نوردين بدوي للإجابة على أسئلة النواب. النواب الذين أودعوا الأسئلة هم من طلبوا إلغاءها، ولكن مكتب المجلس الشعبي الوطني أصر على 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 إجرائها يوم الغد وألزم النواب بالحضور في محاولة لكسر الجمود وكسر العطلة المفروضة على البرلمان منذ قرابة شهرين. آخر جلسة علنية كانت عرض بيان السياسة العامة للوزير الأول الأسبق سيد أحمد أويخيا. طيب حمزة كحال، بما أنك يعني كان هناك أكيد اختلاط مع البرلمانيين المتواجدين هناك، ما هي أبرز مطالبهم؟ في الحقيقة يفضل النواب الذين تحدثنا معهم خاصة الكتل المعارضة، كتل البرلمانية المعارضة. نعم، الكتل البرلمانية المعارضة يرون بأن الإشكال هو أكبر من 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 باء معاذ بوشارب إن صح التعبير، يرون بأن الإشكالية اليوم هي في شرعية الغرفة التشريعية بحد ذاتها، أي أن المشكل هو مشكل جذري في شرعية هذه الغرفة وليست قضية أشخاص. يرون بأنه حتى لو يتم إبعاد معاذ بوشارب من على رأس البرلمان ويأتي بشخص آخر يبقى الإشكال مطروح، وهو عدم شرعية هذه الدورة أو الدورة السابعة البرلمان المنتخبة في شهر ماي 2017. جيد حمزة كحال، مفد تلفزيون النهار إلى المجلس الشعبي الوطني، كنت معنا مباشرة، شكرا جزيلا لك.